بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يروي آية الله السيد أحمد الكربلائي: في يوم من الأيام أتى شاب من محبي الإمام الحسين عليه السلام إلى سيدنا ومولانا الإمام الجواد عليه السلام وهو يشكو حاله لإمامه قائلا: يا مولاي، لست جيدا، حالي ليست جيدة، ضجر قلبي من الناس، من التهمة، الغيبة، المشكلات، الهم، الغم، عدم قضاء الحوائج، ماذا أفعل؟ إني متعب يا ابن رسول الله، ضاق صدري. فأجابه الإمام الجواد عليه السلام فورا وقال له: ماذا تنتظر؟ فر إلى الحسين عليه السلام، اذهب إلى الحسين عليه السلام، إذا لم تستطع توجه من هنا إلى الحسين عليه السلام وقل 3 مرات: صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ثم قل: السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. فيغيثك الإمام الحسين عليه السلام ويخرجك من الظلمات إلى النور، من الهم والغم والحزن إلى الفرج والفرح والسرور. فأنشد أحد الشعراء قائلا: أتيت الإمام الحسين الشهيد بقلب حزين ودمع غزير، أتيت ضريحا شريفا به يعود الضرير كمثل البصير، أتيت إمام الهدى سيدي بشوق هو الكهف للمستجير، سألتكم بالله هل تدفنوني إذا مت في قبر بأرض عقير، فإني به جار الشهيد بكربلا، سليل رسول الله خير مجيري، مجير فإني به في حفرتي، غير خائف بلا مرية من منكر ونكير، آمنت بالحسين، آمنت به في موقفي وقيامتي، إذا الناس خافوا من لظى وسعيري، فإني رأيت العرب تحمي نزيلها وتمنعه من أن ينال بضيري، فكيف بالحسين، فكيف بسبط المصطفى أن يذود من بحائره ثاو بغير نصير. فكما قال الإمام الجواد عليه السلام لهذا الشاب: فر إلى الإمام الحسين عليه السلام، فعلينا أن نفر دائما وأبدا إلى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكما قال آية الله الشيخ محمد علي الشهابادي قدست روحه الزكية: أينما كنت، أينما كنت ووقعت في مشكلة، في شدة، في قضاء حاجة لم تقضى بعد، توجه إلى كربلاء من مكانك وقل: وحسين 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 100 مرة. فيقول آية الله الشيخ محمد علي الشهابادي: إني لا أشك أبدا إن هذا اللفظ وحسين هو بمثابة الاسم الأعظم، الله سبحانه وتعالى لا يرد الحسين أبدا أبدا أبدا. فتوسلوا بمصباح الهدى، سفينة النجاة من كل هم وغم وضيق. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.